اهلا، السلام عليكم الغزالات، اخباركم؟ كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بصحه جيده وتكونوا فرحانين وناشطين ان شاء الله باذن الله. مع فيديو جديد ان شاء الله. بديت لكم لا فيديو وانا عند ماما نبدا لكم لا فيديو من الصباح، اشنو درت وفين مشيت. وشكرا بزاف البنات لتعاليقكم، شكرا بزاف حيت فرحتوا مع اريج ودعيتوا معاه بمستقبل زاهر وبمئة سنه ان شاء الله. ربي يخليكم البنات، الله يسهل عليكم ويحفظ لكم وليداتكم ان شاء الله، لا يجعلكم تشوفوا فيهم شي حاجه خايبه، وتنتوما ان شاء الله باي حاجه تتمنوها في وليداتكم يا ربي تحقق لكم، سواء في وليداتكم، خواتاتكم، عائلتكم، صحابكم، اي واحد. يا ربي خلينا على خير ويعطينا كل خير يا ربي، امين. و صافي هنايا كيف ما شفتوا غادي نجلس نجمع روينه لي صبحات. المهم واخا ديجا راه حنا نقصنا شي شويش البارح بالليل، سورتو داكشي اللي تطرطق ناري، ما نقول لكمش ناري 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 وحلنا فيه. ايوا مهم غادي نجلس نجمع هاد الروينه هادي كيف ما قلت لكم ونقادد هكا باش تبقى الدار مقاده. المهم غادي نجمع هذا وغادي غادي نخرج ان شاء الله باذن الله باش غادي نمشي. بقيت كنفكر انا وماما وهذا وبقينا اختي وخدامي كنفكروا داكشي، وغادي نحاول انني نبدل شويش ديال شي حاجه هكذا في الدار. نحاول اني نزول داك الطلامط ديال الصالون، شحال هادي وانا عندي في دماغي وما كتبش، وعاد كتب اننا نمشيو نفصلوهم. ومهم دابا راه اكيد كندير لكم مونتاج باللي راه نفصلناهم، ولكن المهم هنايا نتوما كيف ما تشوفوا عاد بحال غنمشيو نفصلوهم. هكا نبدل شي شويش، نغير شويه من الدار، ندخل شويش ديال الانتعاش للدار بما ان الربيع والصيف على الابواب. ماشي على الابواب، ربيع راه كاين، يعني واحد ندير واحد اللون اللي يكون هكا واحد شويه فيه شويش ديال الحيويه، وداك اللون يكون شويه ربيعي وفلاشي شي شويه، وفي نفس الوقت نبدل شويه من الدار عاوتاني على حساب لاغوتين، على حساب بزاف ديال الحاجات. المهم حنا نحاولوا اننا نبدلو باش تبقى النفسيه اولا ترجع النفسيه شي شويه مزيانه. وغادي نمشي باش نفصل الطليمطه كي قلت لكم، ومنها غادي نفصل كذلك حتى السيجور ان شاء الله باذن الله اللي دفعته. ولقيت واحد الثوب لي صراحه زوين بزاف بزاف بزاف، عجبني تيسطي، خديته عيط للطابيسري اللي غادي يخدم لي، عيط له قلت له واش خديتي لي الثوب باش غتخدم، قال لي مازال، قلت له دونك انا غادي ناخذ لك الثوب، قال لي صافي مزيان. لقيت واحد الثوب رخيص زعما الصراحه رخيص بزاف بزاف وعجبني، ومن داك التوبات اللي كيكونوا بطنين عرفتوهم، داك الغلاضين هذوك هما اللي لقيتهم. وقلت له واش هذا، قال لي صافي غير جيبيه معاك. ايوا دابا راني خديته هكا باش نديه معايا ويفصل لي ان شاء الله داك ساعات على الطبيلات. وفصلت كذلك هادو ديالهم طليمطات حتى هما فصلتهم، ودرت لي كوسان على شكل فاليز، ودرت لي بيتي كوسان صغيورين. المهم صوبت كلشي وخليتهم هنايا، دابا كيتخيطوا هنايا. وان شاء الله منين غادي نصوبهم غادي يبان لكم كلشي ان شاء الله باذن الله، ونوريكم نشارك معكم كلشي. وفي نفس الوقت غادي المهم كي قلت لكم غادي نحاول اني نبدل شويش من الدار وصافي، على حساب شوفة فيها وعلى حساب بزاف د الحاجات نحاولوا اننا نبدلو اللي غادي نقدو عليه وصافي. نخرجوا كي قلت لكم من هذاك الروتين والستريس والاكتئاب اللي غايشدنا. ومن هنا نقول لكم البنات واحد الحاجه اللي انا غلطت 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 وكنقولها ومازال غادي نعاودها، لان الحمد لله اللهم لك الحمد من نهار حليت لاشين ديالي ما عمرني ما شكيت بشي حد، او لما عمرني ما عاودت لشي حد، او لما عمرني ما قلت لكم بان راه وقع لي مشكل فلان فلاني، سواء مع راجلي ولا مع حماتي ولا مع لوستي ولا مع اختي ولا مع بابا ولا مع خويا ولا مع اي واحد. كنحاول انني نجي نعطيكم دائما الطاقه الايجابيه، دائما كنحاول انني نجي نشارك مع كل نشارك معكم حاجات اللي نقدر انني نشاركهم، يعني اسراري ولا مسائلي الشخصيه كنخليها بعيده كل بعد على هذا المجال هذا.
وصراحة وكنت عايشة هانية وهانية، اللهم لك الحمد. ولكن دابا أنا كنقولها، كنقول بأنني غلط، غلط كبير، ماشي شي غلط اللي هو اللي غادي ندم عليه، وإنما لأن الحمد لله ماشي شي حاجة اللي غاف، ولكن مهم غلط يعني، ارتكبت واحد الخطأ ما كانش خاصني نديرو. حيت هضرت ماشي على شي حاجة، ولكن المهم غلطت وصافي، ما كانش خاصني نقول. اي واحد كيدابز، اي واحد كيطلع له الدم، اي واحد كيجيه واحد الوقيته اللي كيطلع له الدم، كينفجر، كيكون مضغوط، ستريس، هادي او لا مريض، المهم شي حاجه كتكون ماشي هي هذيك، كيطلع لك الدم. صافي جا واحد الوقت اللي هضرت، ما قلت والو، ما عاودت والو، داكشي كان سطحي فقط. علاش؟ لان غادي يجيو يجيو تساؤلات، علاش وعلاش درتي وعلاش فعلتي وعلاش هكا وعلاش هكا، دونك انا ما يمكنليش نعاود داكشي اون ديتاي. داكشي علاش من النهار الاول قلت لكم انا ها شنو واقع لي وشنو واقع لي وصافي، وخويت الدار حيت عييت، بغيت نبدل الجو ولا شي حاجه كي بحال هكذا. المهم انا ما غاديش نزيد نفسر اكثر من هكا، حيت الا عاوتاني جلست كنفسر وجلست كنقول شي حوايج يعني بحال كنزيد نهضر، وانا ديجا قلت لكم خطا يعني. عافاكم البنات، الا شفتوا بزاف البنات كيشوفوا مثلا الضحكه ديالي كيحسوا بها بانها هذيك الضحكه ما خرجاش من القلب، كيقولوا لي كتبان في عينك بانك واخا كتضحكي شي حاجه كاينه موراها. دونك هذوك متتبعات اللي كيحسوا بيا وتيقولوا هاد الهضره، شكرا بزاف البنات لي كومونتير ديالكم، ولكن انا ما كرهتش انني نكون كنعرفك ونتعاود معاك، يعني غادي تهزي لي همي ولا امه غادي تصنتي لي ونخوي عليك قلبي مثلا انا عطيتك مثال، ولكن راه ماشي كلشي بحالك يعني. انتينا الا بقى فيك الحال مثلا انا الا ما هضرتش وما عاودتلكش، هذا ما كيدلش على انني ما كنبغيش نعود لك انتينا، اولا ما كنبغيش نكون معكم صريحه، اولا وانما يعني كاينين بعض شي وحدين اللي غادي يهاجموك من بعد، فهمتي شو بغيت نقولك؟ يعني علاش هضرتي؟ واش بغيتي ديري الباز؟ علاش قلتي؟ رغم انك انت اصلا قلتي والو، واش غديري هذا الباز؟ مازال ما كاين والو. دائما كنقولها لكم نعاودها لكم، الباز سهل، الباز شي حاجه اللي هي سهله باش ديريها، راه ما كاينش ما اسهل من الواحد يديرها تمثيل، وراكم شايفين كلشي في المواقع، شايفين كلشي في لي فيديو، في لي ستوري، وفي بزاف الحاجات. يعني الواحد باش يدير الباز راه بقلتها حاجه. دابا نحط فيديو، ما نقول لكمش الفكره باش ما نكونش انا كنايد شي حد ياخذ داك الفكره ويديرها، ولكن غادي ناخذ دابا التليفون، غادي نحط قدامي التليفون ونشعل الكاميرا وغادي نهضر معاكم، غنقول لكم شي حوايج اللي هي خطيره وما كايناش. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ راه هذاك هو البوز، وهذاك هو تبيعي اسرارك، وبلا اسرار، حيت هذوك ماشي اسرار، هذوك اصلا كذوب، هذاك الشيء كله كذوب، يعني واحد كيكذب. وانا الحمد لله من نهار بديت القناه ديالي ما باغاش نكذب، وما باغاش ننافقكم، وما باغاش ندير شي موضوع اللي هو اصلا ما كاينش. كنحاول انا نمشي دائما كنقول لكم في جنب الحيط، روتينات، فلوغات، نوريكم التخربيقات اللي كاين، شي هميزات، شي تخفيضات، منين هادي بشحال كتقام هادي، كيفاش كندير هادي، المهم يعني كنشارك معكم داك الشيء اللي انا كنديرو صافي، يعني باش هذا لا لان الله يحسن العون. راه شي اي واحد عنده المشاكل، راه ما كاينش شي حد اللي هاني، ما كاينش شي حد في الدنيا هاني اللي تقول لك انا وانا وانا وتحس في راسها شي حاجه، راه هذيك عايشه ما 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 قدالهاش، يعني عندها شي حاجه اللي هي خايبه. فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ يعني حتى واحد ما هاني، ولكن الواحد كيحاول انه يخبع. دونك الا شفتوني شي نهار طالع لي الدم ولا غفلت وخرجت ولا سافرت، ما تسولونيش عافاكم، حيت الا سولتوني غنجاوبكم، والا جاوبتكم غيخرج شي وحدين غادي يهضروا هادي ما هادي. انا كنقول لكم ما كرهتش انني نتعاود معاكم، ولكن راه ما يمكنش لان الدنيا مخلطه بزاف، ماشي كلشي كيبغيك، ماشي كلشي غيبغي ينصحك، ماشي كلشي غيبغي لك الخير، هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم حاجه وحده اللي كنقولها لكم هو انني غلطت، انني هضرت فقط، واخا انا ما قلت والو ولكن ندمت، هادشي اللي كاين، ماشي ندمت وغلطت، خطا ما كانش خصني نقولو، صافي هادشي ما كاين.
دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، ونتمنى انكم تفهموني من بعد ان شاء الله باذن الله. ما تحاولوش انكم تسولوني شي اسئله اللي من بعد تعرفوها ترجع ليا بالمضره، عفاكم. ما كرهتش انني نعاود لكم اي حاجه، ولكن ما يمكنش. دونك شكرا بزاف للتفاهم ديالكم والدعم ديالكم، لايكات ديالكم، اي حاجه، شكرا بزاف بزاف بزاف. ودابا غادي نخرجوا نشوفوا الطليمطات اللي غادي نشريو ان شاء الله باذن الله، و ان شاء الله غادي ناخذهم، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشي لداري. اكيد غادي نرجع لداري حيت هذيك داري وهذاك راجلي، وساعات الله كل واحد كتجي واحد الوقيت اللي كيطلع له الدم كيكره راسه، ماشي العاد حرك شي حاجات. دونك الله يخلي لي، والله يخلي لي تاج فوق راسي، والله يخليني لي له، ويحفظ لنا بنيتاتنا ان شاء الله باذن الله. وشكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم والصبر ديالكم اللي كتصبروني، ونصائحكم واي حاجه الله يسهل عليكم، ويجعل حتى نتوما يوقف في طريقكم غير اولاد الخير ان شاء الله باذن الله. غادي نخليكم على فيديو، ما تنساونيش من لايكاتكم كتشجيع، وكذلك تعليقاتكم الزوينه بحالكم. يلا خليكم على فيديو. دخلت البنات الحفه، ولكن امبوسيبل نصور لكم لان فريمون مطرطقه عامره، امبوسيبل نصور. المهم جيت انا نيشان عند مول الطلامط اللي كناخذ دائما عنده الطلامط، هانتوما البنات عند هاد نسيج فتاشه، جيت لعندو باش نشوف عنده طليمطات. عنده ما شاء الله طليمطات زوينين ورخاصين، عنده حتى ديال 20 درهم. هانتوما كاين هاد الشكيل هذا زيون، لا ما ديرش فيها كاع هذيك. وكاين هذا، هادو البنات الثمن ديالهم 30 درهم. حتى هذا 30 درهم، هذا حتى هذا، شوفوا نورمالمون كان هنا قبيله السامبل ديالو في الكري. هذا شحال خويا هذا الشيء؟ هادو 30 درهم. كاينين هادو تاهما مزيونين، كاين هذا اللي عجبني بزاف، ولكن انا الزرق عندي في الدار الزرق، ما بغيتش ندير الزرق. كاين هذا، ماشي مشكله حبيبه معليش. كاين هاد الشكيلات هادو، هادو كاملين اللي كنوريكم البنات كيديروا 30 درهم. اف شوفوا البنات هذا الصفر هذا شحال غزال. انا حمقني زعما الصراحه وبغيته، ولكن ديجا انا يعني مبدله على حساب، على حسب اول حاجه لقانا، وعلى حسب طلامط الاخرين تكرفصوا. يعني خصني شي حاجه هكا تكون رخيصه وديال التكرفيص وديال الصيف، وهذا غيبان فيه الوسخ، داكشي علاش ما زعمتش انني نديه، ولكن زوين بزاف عجبني الصراحه. شوفي هذا مع هذا، شتي مزيونين، وي شحال زوينين. انا سعيت لاختي، شوف شوف هذا، شوف هذا
هادو كاملين البنات 30 درهم. المهم بنات انا راني خديت صافي، راني فصلت، وانا قلت لكم فصلت على اساس شوفوا هذا نورمالمون كيجي مع هذا، ها نتوما كيجي مع هذا الموف بارد، ولكن هذا الموف بارد غادي يتوسخ. حنا غنخرجوا منه، انا اختاريت هذا، حنا غنخرجوا منه داك بحال الاورانج ولا القرفي ولا ما عرفت شنو هذاك اللون، باش يجي شي شويه مشعشع، حيت دابا الربيع وداخل الصيف، يعني خص شي حاجه اللي تكون هكا فلاشي، ما خص شي حاجه تكون بارده ومؤدبه. قبيله عرفتي المود ديال الضحك، كنهضر انا واختي وكنضحكوا، قلت لها هذه شوف هذه طلميطه جايه مؤدبه، ومشيت لواحد طلميطه جايه فلاشي، وقالت لي وهذه خارجه الطريق، قتلتني بالضحك. هانتوما شوفوا هذا الشكل، هادو كاملين اللي هنايا البنات كيديروا 30 درهم. هادو زعما هادو التوب ديالهم رومي وداكشي، ولكن هما زعما مخرجينهم من البلدي، حيت زعما داك الزواقه ديال الخديه وهذا بحال بن شريف. هي نورمالمون البنات ها نتوما كتجي هذه هي الخديه الفوقانيه، وهذه هي الطلميطه، وهادو داك لي بتي كوسان، ولكن غيجي هذا الشيء مشعشع بزاف. يعني الواحد الا بغى يدير هذا مثلا، هذا سورتو الا كانوا فروماجات، هذا يديروا فروماجات، يختار الاونيت ديالو يديروا طلامط، يعني ما يديرش هادو، فهمتوا، ويلعب ما بين هذا والاوني دائما في الخدادي، لا سوا الكبار ولا الصغار. اما الا جيتي ديريهم بثلاثه غادي يجي داك الشيء مشعشع، واخا هما الصراحه كيجيو اسورتي مع بعضياتهم. هادو البنات كاملين اللي كنوريهم لكم ب 30 درهم، نوريكم وحدين ب 20 درهم. هادو دايرين 20 درهم. كيفاش؟ قال لي جوج الالوان ديال الخدادي. اها فهمتي اللي قلت لك انا، قلت لي لا لا. مع السامبل جوج الوان وحده. هذه دابا شنو هي؟ هذه طلميطه. اها التحتاني ديال الطبله راه باين، هو داك الظهر الفار. اها وهنا خد دو كولور من هنا، سامبل على كولور سامبل. وخدي ديسكي غديريهم منهم؟ لا بحال دابا اون كولور غير مالي، بحال دابا لقيت هذا غندير خديه بحال دابا هنا، وخديه هنا، وخديه عاد من ويجيك زوين. دابا هو حتى يطل يتفصل ويتخيط ويتلمط عاد غادي يبان. المهم انا وريتكم البنات غير ديال 30 درهم، وهادو ديال 20 درهم هما اللي وريتهم لكم. اما ما شاء الله المحل كبير وفيه بزاف ما يدار، كل حاجه والثمن ديالها. كاين هذا المحل، وكاين حتى محل هنايا لتحت، ها هو تبارك الله هذاك اللي لتحت راه كيبطلوا بالدريجات، حتى هو ديالو هادو 30 درهم. وكاينين هادو فنين وعجبوني وبغيت ناخذهم، ولكن ما لقيتش لا كولور اللي بغيت. شوفوا هادو البنات تا هما ب 30 درهم. عرفتي هذا البنات كيفاش كيجي في الطلميطه؟ كيجي خطير. هذا البنات بغيتو السيجور، بغيتو السيجور يعني الطبالي اللي دابا دفعتهم باش يتغلفوا، ولكن ما لقيتش يعني لا كولور. مثلا هذه فنه زوينه ولكن مفتوحه، شتيو كي دايره؟ 30 درهم يا البنات، وجاي غليظ. شوفوا كيفاش داير، نوريه لكم. ها شتي كيفاش مبطن؟ عرفتي الطلميطه كي غادي تجي ملبسه في داك الفراش، غادي تجي واعره واعره. شوفوا الماغون ديالو، راه هادو غير ليكيداسيون باش دايرين لهم هاد الثمن. ها الاحمر، ها الخضر، داك التركوالي لي اللور كاع، وكاين تما هذاك القرفي، وكاين هذا البلو، وكاين هذا البلو سيال. هادو هما اللي فيهم. دابا ما كاينش داك الكري، وما كاينش داك الماغون كلير اللي انا بغيت، داك الماغون ما فهمتش داك اللون كنقول لكم، حيت انا اما باغا ندير الكري
يا اما باغا ندير واحد المارون نيود، ما عرف داك اللون كيفاش كيفاش غنفسرو لكم، ما كاينش. دابا الا بغيت نمشي ناخذهم بلاصه واحده اخرى غالي. دابا هادو حيت عندهم بقات لهم غير هاد الكميه هادي. كوكو البنات، سالينا شغالاتنا وجالسين مع بعضياتنا وكنتعاودوا. ياكي ياكي اروزا كنتنعس، يلا عاد دابا فقط هي الغزاله. ياك حبيبه دير لهم باي باي، باي باي دير لهم باي باي، باي 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 باي. ايوا المهم حبوباتي يلا ساليت شغالاتي وداك الشيء. المهم عطينا يضالي هنايا واحد السخانه ما شكيت عليكم. دايره لي السخونيه كنقيسها كنلقاها سخونه. المهم قلت لكم لا لا غادي سالينا شغالاتنا جلسنا. ماما راه مسكينه خدامه كتوجد في الكوزينه. صافي انا غادي نوض نخرج، غادي نمشي عند حماتي تما غادي نفطر. درت تما غادي نفطر معاهم، غادي ندي البنات اريجي. يلا عاد لبست لها دابا ساليت لها زنوبه مروه هما تما قدامي. المهم غادي نوض الصراحه، والله ما عرف ما فيا اللي ينوض عاد يلبس وهذا، والله ما عرف. المهم في يد الله نمشيو نفطروا تما، نجلسوا معاهم عاوتاني شويه تما ومن بعد يح الله. ياك اروجه عين 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 مروه عين، هادشي هادشي صافي 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 صافي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.